هيدي الرسالة اللي جاي يقولها بسوريا، يلي هي رسالة موحدة بشوفها بين سوريا وبين لبنان. بلدي سوريا بعتبره بالنسبة لي أو بعتبرها بلد الثاني، وأنا على طول سعيد أن يكون موجود مع سوريا بوجعها مثل ما كنت كون موجود معها بفرحها. ولهيك كان لي أمسيات كتير بهالإطار يلي أو بالفعاليات يلي غنينا فيهم سوريا الوجع وسوريا الجرح وسوريا الموت وسوريا، بس كمان على طول كان في الأمل عنا، وهيدا اللي جاي يقوله أنا هلأ بهيدي الأمسية، قول إنه الأمل شيء أساسي، وانتصار حلب هيدا كمان بالنسبة لنا عطانا زخم كتير كبير. إن شاء الله باقي الأراضي السورية كمان تتحرر من هالظلم اللي عم بيطالة، من هالإرهابيين، من وحوش الأرض المتربصين بهالأرض الطاهرة. Is that good?